السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم ونبارك على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد سيدنا ورسولنا الكريم. النهاردة بقى يا جماعة أنا هنعمل أكلة المستعجلين. أنا قمت متأخرة من النوم، يعني عيني غفلت كده بعد ما صليت، وجوزي زمانه جاي فاضل له نص ساعة وأنا محتارة أعمل إيه. فهي بقى دي أنا اللي هعمل النهاردة أكلة المستعجلين. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي هنا بطاطس وفلفل حامي، عندي بصل، عندي صدق، عندي طماطم وطبعا توم، وعندي مرق الدجاج وملح وفلفل اسود. نبدأ كده ان شاء الله نحط البصل في البولة او في الصينية اللي هنعمل فيها الاكلة دي، وهي كده كلها على بعضها نيف نيف ان شاء الله. انا بحبها جدا وهي ايه بتنجز، يعني المنجزة او المنقذة. عندي فلفل اسود حط كده، انا بحب ادعك البصلة بالفلفل الاسود يا جماعة ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نحط نوعين بصل ابيض على احمر بيدي طعم حلو قوي. عندي البطاطس، هي بطاطساية واحدة كبيرة يا جماعة دي، يعني يا دوبك كده على القد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله يا رسول الله. كده بسم الله ما شاء الله. طبعا عندي هنا اهوت، انا مش هاخد الفلفل ده كله عشان حامي، هناخد حبة بس كده منه. اللهم شاء الله. كده عندي الطماطم، انا عاملة طماطماية بشرها والباقي كله متقطع كده ما شاء الله، طعمها بيبقى حلو قوي يا جماعة. وآجي طبعا مغسول واسمع على اتنين كده. طبعا هنقلب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط مرق الدجاج معلقة كده صغيرة مش كبيرة، وعندي هنا اهوت ملح بس مش هحط كتير، نص معلقة لحد ما نظبط الطعم. وهنا عندي التوم، عندي هنا سمنة بقري، ما شاء الله. ريحتها طالعة جميلة قوي ما شاء الله، وانا مسميها بقى دي المنقذة. تتحط شويه على النار من فوق بعدين ادخلها الفرن، احط لها بقى شويه ميه وكده يبقى احنا خلصنا اكلنا. وجنبها حبه رز بالشعريه هنعملهم. سبحان الله. نحطها في الفرن يا جماعه ونشوفها لما تطلع باذن الله. ودي يا حبايبي صينيه البطاطس خلصت، احلى صينيه بطاطس، طعم وريحة وشكل وكل حاجة فيها ما شاء الله. اتمنى ان تجربوها بالطريقة بتاعتي وتعجبكم ان شاء الله. والف هنا للي شاف والف هنا للي هياكل ان شاء الله. واشوفكم في فيديو قادم لو كان في العمر بقية. طبعا جنبها رز بالشعرية
وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.